ايه دي؟ ده الفلاحين الجامدين قوي في البلد اللي ينفعوا في المعركه مجهود، زي حامد اللي رد على جلاله بايه؟ فاكره؟ اه فاكره. اه ده في توت البلد وما جاش. تعالى تعالى وريني بيته. يلا. انت هتروح فين؟ هنقبض على شويه فلاحين مجوش. مفيش وقت، خلينا ناخد دوله بعد المعركه هنحاسب كل اللي ما سلمش نفسه. ديه جيش الفرنساوية وديه جيش المماليك، الأهالي هيحطوهم ورا هنا، إحنا هنتدرى تحت، وأول ما العركة تقوم والمماليك تطلع لقدام هنخش إحنا نعمل فاصل بينهم وبين الأهالي. وإحنا قد إننا نقف قدام جيش بحاله؟ لا طبعا، بس في وقت الحرب لما يكون المماليك في وش الفرنساوية لو لقونا في ظهرهم مش هيسيبوا الحرب ويحاربونا إحنا. ولو قالوا عقلهم اتضيروا لينا، دول جيش بالآلاف يا حامد، واحنا حيالا كام نفر، يعني بنسلمهم ارواحنا وبنقول لهم خلصوا علينا. ولو فيها ارواحنا مختار مش كتير على اهليتنا. بقول لكم يا رجاله، انا مش بكبر حد والحكايه ما فيهاش خيشه، يا جايب قلبك يا بلاش، ولو ما حدش فيكم جاي انا هروح بطول. خيشه ايه بس يا حامد؟ طبعا كلنا جايين. والله يا مختار جرايه يا ناجي، الكلام ده ما يتقاليش، انا اولكم، بس كان لازم ادربها في دماغي. توكلنا على الله يا عم حامد. وهنجيب الخيل منين يا عم حامد اللي هنروح بيه ان شاء الله؟ من الحاج شهاب. هو مش العركة دي ما تخصوش، بس شكلها كده تخص الخيل بتاعه. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.